بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم أصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي أحسن حال إن شاء الله. يا ريت لو كنتوا أول مرة تشوفوا القناة اضغطوا على الزر الأحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، وأي آراء وأي كومنتات هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتوا شايفين أصحابي مسويين اليوم ريفيو. لو تعبتي من المكوة، طبعا كلنا مكوة الملابس بتكون يعني عبء كبير علينا كلنا، وبالذات بالمكوة العادية. طيب ايش الحل؟ صراحة مع تجربتي مع المكاوي البخارية فالمكوة صراحة صارت سهلة جدا بدون اي تعب، بتخلصي بسرعة، بتقضي على تجعيد الملابس في ثواني مثل ما بيقولوا. طيب انا كان عندي اتنين، هنشوف مع بعض. كان عندي اهي، هذه اللي قدامكم الاولى، هذه امريكي، كنت شارياها من اي ماكس اهي، هذه هي. وهنا طبعا في الخزان مال المي، بنفتحه ونعبي المي داخل. وهذه هنا اوبتيما التانية اللي انا جبتها اهي، برضو تحت فيها خزان مي بنعبي فيه المي وبتشغلي، وعندك درجات بقى. وهذه اهي الكواية مالها. طيب ايش الفرق ما بينهم؟ الامريكي يعني ما بتعبيهاش كل شويه، بتعبيها مره واحده لانها بتاخد 3 لتر ماي، هذه بتاخد لتر ونص بس الصغيره. طيب هذه كان سعرها 250 ريال عماني، وقلنا نجيب واحده كبيره تستحمل، قعدت سنه ونص واحنا بنشتغل بيها بوم راحت واقفه ما اشتغلت، وطبعا الجرانتي سنه، لما تيجي توديها لهم مرضوش، ومرضوش حتى يصلحوها بفلوس حتى، يعني خلاص احنا عرفنا الجرانتي خلص، مرضوش يصلحوها بعد الجرانتي ما خلص، وسنة ونص بس، وسعرها طبعا غالي 250 ريال. هذه كان عليها عرض في الكارفور، كانت ب 30 ونزلها، كان فيها عرض 20، نزلت ل 20، كان فيها 10 ريال ديسكاونت. طيب يعني صراحة بقى لها سنة دلوقتي، داخلة في سنة ونص اهي، شغالة معايا ممتازة جدا. طيب انا افكر تفكير عملي، هذه سعرها 250 ريال، لو هذه فرضا هتجلس بس السنة بتاعت هي معاها سنة ضمان، يعني هتجلس سنة بالعشرين ريال، يبقى انا بسعر هذه واتخربت، فرضا اتخربت يعني بعد السنة، طيب انا هذه بعشرين ريال يعني هفضل اجيب، ودي جلسة سنة ونص واتخربت وب 250. طيب بال 250 لو كل سنة، وهذه بقى لها سنة ونص هي ما اتخربتش وشغالة زي الفل، لو كل سنة فرضا لو اتخربت ام 20 ريال، بتمن دي هفضل اجيب مكوة كل سنة لمدة 10 سنين تقريبا، لمدة 10 سنين بسعر هادي. فأولا بالنسبة للمكوة هي ممتازة، يعني بتكوي الملابس بطريقة ظريفة يعني، فهي بالنسبة للمكوة البخارية صراحة ممتازة، بتكوي بسرعة، بتفرد الملابس بسرعة، يعني ما فيهاش أي عيب صراحة، أنصحكم بيها ممتازة. بس بلاش تجيبوا الغالية، هاتوا اللي هي الرخيصة، وكله يعني نفس، بيقولوا كل الطرق تؤدي إلى روما، نفس الخاصية يعني مفيش فرق، بس بل بالعكس يعني التانية أرخص وشغالة لغاية دلوقتي كويسة الحمد لله. يا رب الريفيو يكون عجبكم، ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.